أهلا بحضراتكم مرة تانية. احنا هنتوقف في هذه الوقفة الحوارية حوالين أو انطلاقا من تقرير كتبته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قالت فيه أنه اكتشافات الغاز الجديد في مصر هتكون جزء كبير من تحول هام ومهم في مجال الطاقة والجغرافيا في مصر. كان العنوان أو عنوان ملخص لما جاء في متن هذا التقرير المطول أنه اكتشافات الغاز ستقوي من نفوذ مصر سياسيا واقتصاديا. هذا هو عنواننا الحواري في هذه الوقفة، وباسم حضراتكم أحيي الدكتور محمد سعد الدين وهو رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصري. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك دكتور. أدعوك معنا أن احنا نتوقف لإجمالي بعض ما تم اكتشافه في مصر في هذا التوقيت وحول هذا التقرير الذي خرجت به صحيفة نيويورك تايمز، ونعود من بعدها لفتح هذه أو هذا الملف في هذه الوقفة الحوارية. ابقوا معنا. وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن اكتشافات الغاز الجديد في مصر ستكون جزءا من تحول كبير ومهم في مجال الطاقة والجغرافيا السياسية. وأضافت الصحيفة في تقرير مطور لها عن اكتشافات الغاز المصري في البحر المتوسط أن مصر لديها شعاع أمل يأتي من مئات الأميال في المياه الإقليمية. وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمل يأتي من الاكتشافات غير المتوقعة من الغاز الطبيعي، والتي تسهم في مساعدة الاقتصاد المصري، كما تنعش نفوذ مصر وسلطتها في المنطقة. وتقول الصحيفة إن الغاز الطبيعي يكتسب أهمية وأصبح أداة للدول لتقوية النفوذ والهيبة، حيث يساهم التقدم في استخدام الغاز المسال كوقود عالمي في تعزيز يد الدول التي لم تكن حتى وقت قريب من مصدري الطاقة الرئيسيين، بما فيهم الولايات المتحدة والآن مصر. ولدى الكثير من الدول الأوروبية أمل لتقليل اعتمادهم على الغاز الروسي، كما أنهم حريصون على التعامل مع موردين جدد مثل مصر. بحسب الصحيفة، قالت نيويورك تايمز إن في عام 2015 فازت مصر بالجائزة الكبرى بعدما أعلنت اكتشاف حقل الغاز العملاق ظهر، والذي يعد أكبر حقل غاز في منطقة الشرق الأوسط. وقد حذر خبراء الطاقة من أن مصر قد تهدر ثروتها من الغاز في حال لم تنفذ الحكومة خفضها لدعم الطاقة والكهرباء لكي تسيطر على استهلاكها من الطاقة. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن ثروة مصر الجديدة من الغاز مدعومة بحقيقة أنها تمتلك أكبر وحدتي إسالة غاز في الشرق الأوسط. أهلا بحضراتكم وباسمكم أجدد التحية للدكتور محمد سعد الدين وهو رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. دكتور، كيف تلقيت ما جاء في سياق هذا التقرير، تقريرنا وتقرير نيويورك تايمز؟ شوف حضرتك، هو التقرير بتاع نيويورك تايمز بيؤكد الحقيقة اللي احنا عايشين. بمعنى أي دولة في الدنيا بتقاس قوتها السياسية من قوتها الاقتصادية. بمعنى لو أنت اقتصادك قوي ومؤثر وله دور فعال على مستوى الدول، الدول كلها بتحترمك وبتحط لك اعتبار وتعمل لك مكان. ده اللي احنا فيه حاليا. احنا مصر كنا بنصدر غاز من 5 سنين وبعدين وقفنا لان ما عادش عندنا انتاج يكفي لاستهلاكنا، كنا بنستورد الغاز من بره. لما انت تدي قوه لوزاره البترول ويبداوا يشجعوا المستثمرين ان هم يجوا يخوضوا ويستثمروا في مصر، وكان اولهم شركه ايني، ويطلع الانتاج الغزير من انتاج حقل ظهر ان النهارده وصل ل 2.7 ويوصل على اخر السنه دي 3 مليار قدم يوميا، وضيف للانتاج المصري اللي كان 4.3، احنا النهارده بنتكلم ان انتاجنا وصل 6.8 مليار قدم في اليوم، واستهلاكنا حاليا 6.5
مليار قدم، يعني انت عندك 3 مليون 300 مليون قدم بنصدرهم حاليا للاردن. وفي مصانع الاساله اللي بتشتغل بدات تشتغل، اللي في ايدكم بدا يشتغل، وبعد شويه هيشتغل في اسكندريه في دمياط. المؤشرات بتقول ايه؟ بتقول ان مصر هتبقى من اكبر مصدري الغاز في الشرق الاوسط. بتقول ان مصر هتبقى من اكبر منتجي الغاز في الشرق الاوسط. بتقول ان مصر هتبقى المركز الاقليمي والهب لتجاره الغاز في الشرق الاوسط وبالذات الشرق المتوسط. على اي اساس اعتمدت في هذا التقرير على هذه المعطيات؟ المعطيات بتقول ايه؟ انت بتقاس بالانتاج، يعني انت اكبر منتج في الشرق المتوسط، بلس ان انت محتمل اللي جاي، يعني احنا عندنا اكتشاف اللي تم اللي هو حقل زور وحقول تانية واتوال ونور، نور اللي جاي ده اللي بتعلن عنه في الوقت، اعتقد ان هو خلال سنة هيبدا الانتاج بتاعه يخش بحوالي 1.2 مليار قدم يوميا، وهيكمل الحقول الاخرى. يعني انت منتظر خلال 2019 يصل انتاجك اكثر من 8 مليار قدم. طب اين كانت هذه الحقول؟ اين كانت هذه الاكتشافات؟ كله موجود. بمعنى ادق، اين كان السعي المصري لامتلاك هذه الثروه من الغاز الطبيعي؟ لا هو لا هو مش هو احنا نمتلك الثروه دي من زمان. موجوده من الاف السنين موجوده هنا. تمام. لكن ما كانش في اداره ناجحه بتدير هذه الموارد. بمعنى ايه؟ يعني لما جه الرئيس السيسي اول حاجه فكر فيها، احنا عايزين ننمي مواردنا، فعشان يبدا يحفر والشركات تثق وتشتغل معانا لابد من ترسيم الحدود عشان نبقى عارفين هو بيشتغل فين، في ارضك ولا في ارض الغير. فبدا يرسم الحدود من 2015 مع قبرص ومع اليونان ومع اسرائيل، واتجه بعد كده يرسم الحدود في البحر الاحمر مع السعوديه، اللي الناس مش واخده بالها من الكلام ده. كان ليه بيرسم الحدود لما قالوا ايران وصنافير والكلام ده؟ احنا كانوا بيهمنا ترسيم الحدود عشان الاكتشافات اللي تتم شركات تشتغل مؤمنه ويتم فيها. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه انه عدل من طريقه التعامل مع المستثمر. قبل كده كان الموظف اللي موجود في وزاره البترول بيتكلم مع المستثمر، هي دي اللي عندنا، تاخد 20% تغطي مصاريفك والباقي 80 نقسمهم احنا، انت 15 واحنا 85. طب ممكن توضح لنا يا فندم تقصد ايه بالارقام دي؟ يعني مش فاهم الارقام دي اقولها لك ازاي؟ فضل. لما بيجي حد ياخد منطقه كونسيشن يعني للاستكشاف، للاستكشاف تمام، فبيتفق مع الحكومه ان هو هيصرف فلوس بمقدار قد كده، هيستثمر قد كده في عمليه الاستكشاف، في عمليه الاستكشاف الحفر ده، الحفر ده. بعد ما بيعمل الاتفاقيه بتاعته بيبقى في الاتفاقيه يقول لك ايه، انا صرفت 10 مليار اخدهم ازاي؟ بيستردهم. كان يقول له تاخد 20% من الانتاج اللي انت طلعته يغطي المصاريف دي اللي انت صرفتها، والباقي نقسمه انت 15 والحكومه 85. الكلام ده لما يكون على الارض ممكن واقعي، لكن جوه الميه العميقه مصاريفها كثيره جدا، فكان لازم يعدل. عدل بقى الاتفاقيه ان الاولاني كان بيرفض يشتغل، بقت ايه؟ يديله 40% من الانتاج يغطي التكاليف بتاعته لان التكاليف عاليه. 62% بقى ياخد هو 35 واحنا 65. يعني هو بياخد المستثمر الاجنبي اللي بيعمل عمليه الاستكشاف بياخد 40% استرداد للمصاريف بتاعته. دول يعني هو صرف 10 مليار هياخد 40% من الانتاج لغايه ما يغطي ال 10 مليار. تمام، يعني ال 40% دي بقى نهايه التكاليف بيعودوا تاني بالظبط، بيرجعوا للتوزيع بقى، التوزيع بيبقى 35 65. تمام تمام، 35 للمستثمر، للمستثمر و65 للدوله. ده شجع المستثمر انه يبدا يشتغل عشان هيكسب. ده احد التقدير، ودي طبعا ده تعديل تم في القوانين المنظمه مع الرئيس السيسي لما تمام. ده خلى المستثمر يخدم ويشتغل واحنا كمان نكسب وهو يكسب، ففتحت شهيه المستثمرين كلهم ان هم يجوا يشتغلوا. وهو ده مش عندنا احنا بس، ده مطبق في الدول الثانيه، يعني اسرائيل عامله كده وعشان كده الشغل ده. فبالتالي انت ما انتش لوحدك. هنا ظهرت حكمة القيادة السياسية في ان هي ازاي تجذب المستثمر يجي عندك يشتغل، لان الحقول دي ما هي موجودة زي ما قلنا بقى لها الاف السنين، طلعت النهاردة. وده ادى النجاح الاولاني مع ايني لباقي الشركات ان هي تيجي بقى النهاردة موقعين 65 اتفاقية للتنقيب، للتنقيب. وكل يوم شركة بتظهر سواء في شرق المتوسط سواء في البحر الاحمر
سواء في غرب الصحراء الغربية، دول كلهم ياما هيطلع غاز ياما هيطلع بترول. في النهاية متوقع ان مصر عايمة على بحر من البترول، من الغاز اساسا. الغاز يعني انت عندك منطقة الشرق المتوسط ده، الاحتياطات عن طريق الاقمار الصناعية وعن طريق المسح السيزمي بتقول ان فيها حوالي 200 تريليون ادم. حقل زهر بنقول ان هو هيطلع 30 تريليون. يبقى مقارنة حقل زهر 30 من 200 يعني يمثل السدس. يعني نقدر نقول ان فيه 6 حقول تانيين ممكن يطلعوا من الاحتياط ده زي زهر. فلك انت تتخيل لو زهر بيطلع 3 مليار ادم يوميا، يبقى انت لو ضربت في 6 يبقى انت ممكن تطلع 18 مليار ادم يوميا. طيب يا فندم، السؤال اللي اظن هو محتاج قدر من التوضيح، هل البيانات الصور اللي بتثبت انه هذه المنطقه منطقه زي ما حضرتك وصفتها هي عايمه على صح حقول من الغاز، هل هي موجوده من زمان؟ يعني هل مصر تعلم؟ لا. والدول المستكشفه تعلم؟ لا 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 مش موجوده من زمان. من امتى؟ هو ده بيحصل تقدم في المسح السيزمي ومع المسح بالاقمار الصناعيه. كلمه زمان يعني ممكن يكون من 10 سنين بالظبط، انما مش زمان يعني زمان الزمان. لا. وكل ما بتقدم التكنولوجيا شويه كل ما بتدي مصداقيه او أدق. بيانات ادق شويه. لكن في الاول والاخر اللي بيحسب الكلام ده هو الحفر. لان ممكن بيبقى ان في حاجه بتقول ان في تحت بترول، في ميه، في غاز، لكن ما تقدرش تحسم بالظبط هو ايه وكميته قد ايه الا لما تحفر ويبدا البير في الانتاج. ده اللي بيدي النهايه. لكن بتبقى مؤشرات، والمؤشرات بتدي حقيقه. طيب، وانه مصر تستفيد من هذه الثروه، انه حضرتك بنتكلم على حقل ظهر، حقل اطوال ونور، كل هذه الحقول، ومن المفترض حسب الحديث اللي ذكرته نيويورك تايمز وكل الاحاديث اللي بتخرج بها الدوله المصريه، انه هناك احتماليه لاكتشاف مجموعه اخرى طبعا من الحقول. انه مصر هتتعامل ازاي اقتصاديا وفنيا مع هذه الحقول؟ شوف حضرتك هنا كيفيه الاستفاده القصوى من المثلى. يعني لو احنا قلنا ان انا النهارده عندي انتاج 6.7 محتمل على اخر السنه يبقى 8 مليار ادم، يبقى انا عندي وفر حوالي 2 مليار ادم ممكن اصدرهم. 2 مليار ادم دولك يعني يخشوا على ايدكو وعلى دمياط المصانع الاساله، يعني بيعملوا طفره وبيعملوا دخل قومي سواء لمصر او لوزاره البترول او للشركات اللي مساهمه معانا. طيب في الجانب الاخر ايه؟ الجانب الاخر انت اوريدي عملت اكتفاء ذاتي دلوقتي، فانت وفرت 2.8 مليار جنيه مليار دولار كانوا بندفعهم عشان نجيب المكمل لشغلنا. تقصد ايه؟ استهلاكنا المحلي؟ طبعا مش احنا السنه اللي فاتت. يعني احنا وصلنا ان احنا مرحله الاكتفاء الذاتي من في نوفمبر اللي فات. احنا وصلنا للاكتفاء الذاتي. معنى ذلك ايه؟ ان انت ما كنتش بتستورد، كنت بتستورد بكام؟ كنا بنستورد بحوالي 2.8 مليار دولار سنويا. يبقى انا وفرته. لو انا هصدر زيهم يبقى انا هدخل كمان 2.8 مليار دولار تانيين. يعني انت بتتكلم في 5 6 مليار مبدئيا. ده بيعضد الاقتصاد القومي. غير كده ان انت هتاخد بقى الانتاج اللي عندك ده، احنا متفقين ان عملنا منتدى الشرق المتوسط للدول المنتجة للغاز والمرفي اللي هم 7 دول شرق المتوسط. شرق المتوسط اللي هم 7 دول اللي هم إيطاليا وقبرص واليونان وإسرائيل والأردن وفلسطين ومصر. تمام. دول حاليا المشتركين فيه، وفي أبريل اللي جاي هيتم عقد مؤتمر في مصر هنا على اعتبار يحطوا الأسس والقواعد لهذا الملتقى المنتدى. تقصد ان المنتدى ده هيعمل تنظيم للعلاقه بالزبط الاقتصاديه بين الدول؟ بالظبط زي اوبك كده. هيبقى ده له يعني الصفه بيجمع الدول المنتجه في الشرق المتوسط والدول اللي مره عندها والدول اللي هتستهلك. ده بيدي مصداقيه وبيدي قوه ان انت ما بتشتغلش لوحدك بس كدوله مصر، لا ده انت عندك كل الشرق المتوسط سواء اسرائيل ولا اليونان ولا قبرص ودول المرور، كل دول انتاجهم هيجي وهيشتغل معاك وهتبقى قوه اقتصاديه ضخمه. وانت اللي بتدير ده، انت كمصر الرئيس اللي بتدير الكلام ده، مع الاحتمال في الحقول اللي جايه جديده تانية، مع احتمال دخول دول اخرى. هل الاداره بالمبادره في الفكره ام بحجم امتلاك الغاز؟ الاثنين. حجم امتلاك، احنا اكبر منتجين
احنا عندنا اكبر بنيه تحتيه لمصانع الاساله، احنا عندنا الخطوط والشبكات، عندنا المواني، احنا الدوله المؤهله. احنا اكبر منتجين بما تم اكتشافه ولا بما تم اكتشافه؟ بما تم اكتشافه حاليا لحد التوقيت ده بيننا وبين الدول في شرق المتوسط بالظبط وما سيتم مستقبلا. مصر اكبر دوله منتجه للغاز هنا، ودي كانت مشكله للدول اللي زي قطر وزي تركيا، وعاملين مشكله برضو مع روسيا. هي قطر بتنتج نفس الغاز، الغاز الطبيعي المسال، الغاز المسال ومصر بتعيد اساله الغاز في ايدكو. لا هو كل الغاز بيطلع غاز طبيعي، غاز طبيعي، وانت وبعدين يبدا بقى يا اما تستخدمه غاز طبيعي بطبيعته او اسالته عشان تقدر تنقله. فهم ما عندهمش استخدام كتير للغاز الطبيعي، فبيعملوا اساله ويصدروه من اكبر مصدرين. وروسيا نفس الكلام، روسيا بقى بتصدر الغاز بتاعها بس مش مسال، عن طريق بايبس غاز طبيعي، غاز طبيعي ازيت يعني. وده اللي بيغذي اوروبا معظمها. الدول اسمح لي استوضح نقطه فنيه من فضلك، ايه الفرق ما بين ده وما بين ده من الناحيه او من العائد الاقتصادي، ان تسيل الغاز او ان يتم تصديره بشكله الخام بشكله الخام؟ بس هو الغاز عشان يتم استخدامه هو بيطلع من الحقول غاز نيتشرال جاز، تمام، غاز طبيعي، ال ان جي، غاز طبيعي. المفترض ان انت بتستخدمه زي ما هو بعد تنقيته طبعا. طيب لو انا هنقله من مكان الانتاج لمكان الاستهلاك، قدامك حاجتين، يا تعمل خط يبقى زي ما هو، يا اما ما تعرفش تعمل خط هتعبر بحر وهتروح في مكان تاني. فبنعمل له حاجه اسمها الاساله. الاساله ديت يعني بتاخد اكبر كميه، تبقى ليكويد كانها مضغوطه. مضغوطه بالظبط. فمعنى ذلك ان زي ما انت مثلا عندك انبوبه البوتاجاز فيها شويه قد كده، لكن بيقعد كتير مضغوط. تخيل بقى ان ده معمول اساله للغاز الطبيعي عشان اعرف انقله. لما اجي انقله بقى ما ينفعش لو ما عندكش وسيله زي روسيا اللي هي نقل عن طريق انابيب. لا مش ما عندكش وسيله. اتفضل. لو انت عندك الخط يبقى اوفر. اوفر في انك تنقله طبيعي زي ما انت لما تعمل له الاساله بيكلفك وترجع تعمل له تغييس ثاني. واخد بالك؟ فهي ده المشكله هنا. انك انت لو يعني احنا عندنا في مصر هنا. يعني المقصد من كل هذه الاسئله، اتفضل يا فندم فردوسي اتفضل. عندنا في مصر بناخد الغاز في بيتك عن طريق البايبس اللي ماشيه، فهو ما فيش مشكله خلاص، بيطلع من انتاج ويخش في خطوط ويجي لك. لكن لو انت في منطقه تانية زي الوادي الجديد مثلا مفيش فيها خطوط امداد، لما توصل الخط ده كلفك كتير جدا. يبقى لازم تنقله، تنقله بطريقتين، يا اما تعمل له اساله وتنقله وترجع تغير ثاني زي ما احنا كنا عاملين. عندنا احنا كنا بنستورد ازاي؟ بيجي الغاز مسال على السويس وبعدين يتعمل له هناك مركبين كانوا واقفين جايين من النرويج احنا مأجرينهم، ياخد الغاز اللي هو مسال ده ويعمل له تغييز ثاني ويضخه في الشبكه. التكلفه بتاعت التغييز وتكلفه الاساله بيبقى ضعف السعر، بيزود السعر على الدوله طبعا مستقبلا مستورده. لكن لو انت عندك خط مباشر هيبقى انت لغيت عمليتين مهمين جدا لهم تكلفه عاليه. يعني تقصد يا فندم انه عمليه العائد الاقتصادي بترجع يعني في نقطتين بيتحكموا فيها، هو حجم الحقول اللي انت هتكتشفها وعمليه التسييل اللي انت بتحملها في مره ثانيه على المستقبل او اللي بيتلقى منك بس الغاز. في عندنا حاجه اهم من كده. اتفضل. اللي هي القيمه المضافه بقى. لو انا خدت الغاز ده سواء بدل ما اعمل له اساله واصدره زي ما هو كده هكسب منه مثلا 5 دولار. طب ايه المانع لو انا خدت الغاز ده وحولته للبتروكيميكال بقى؟ يعني عملت له صناعات. هل مصر عندها بنيه تحتيه؟ طبعا عندنا دفين. عندنا مصانع بتروكيماويات كتير دلوقتي موجوده اوريدي في مصر، موجوده وبنبني دلوقتي يعني موجوده عندنا. عندنا الشركه اسمها الشركه الخضراء للبتروكيماويات، وعندنا حوالي 9 مصانع بيشتغلوا في البتروكيميكال بروبابلين وبسيلين كل المنتجات دي انت تستخدمها محلي وممكن تاخدها تصدرها بقى. هنا بقى القيمة المضافة العالية اللي انا ايه، لو انا هصدر الغاز ده مثال مثلا هطلعه من عندي ب 6 دولار ابيعه زي ما هو غاز طبيعي، يتم عليه الاسالة ب 4 دولار يبقى 10، ويتنقل بالدولار يبقى 11، يوصل ب 12 دولار للحتة الثانية. طيب انا كسبان كام؟ ال 5 دولار او 6 دولار دولت انا طالع منهم ب 2 3 دولار مكسب. طب لو انا خدت الغاز ده بقى ورحت عامل له التصنيع اللي هو عملت عليه بروسيسنج وعملته بترو كيميكالز اللي بكسب 2 3 ممكن اكسب 20 30 دولار، يبقى انا عظمت من الاستفاده من مكتشفات. يبقى هو ده المطلوب حاليا. وهل مصر اصلا مؤهله في التوقيت ده انها تقوم بالدور ده؟ مؤهله.
يعني يكفي عندك حاجه مهمه جدا اللي انا بتكلمها، انت خدت الغاز الطبيعي دلوقتي بتوفر كل البوتاجاز اللي انت بتستورده. لما وصل الخط ده للبيوت يبقى انا بوفر البوتاجاز، البوتاجاز ده واخد دعم مني، واخد دعم كبير. انبوبه مثلا انا ببيعها للمواطن ب 50 جنيه النهارده، هي تكلفتها 150 جنيه، يبقى في 100 جنيه او 125 جنيه الدوله بتدفعهم، الدوله بتدفعها. لما وصل للمواطن النهارده الغاز الطبيعي في بيته يبقى انا بوفر ايه؟ الدعم اللي بدفعه. والعمله الصعبه اللي بدفعها. هو الغاز، هو الغاز، لانه لا. التقرير اللي احنا اشرنا ليه طبقا لتقرير نيويورك تايمز قالت انه مصر عليها انها ترفع الدعم علشان تستطيع انها تستفيد في المواد في الغاز الطبيعي على وجه التحديد. من تاني. ايوه بالظبط كده. هشرح لك دي. يا ريت. انا عندي غاز طبيعي منتج. انتاج انا ما بستوردوش وهصدر منه. لكن النهارده الوضع الحالي ايه؟ انا بستورد بوتاجاز من بره لان انا ما عنديش انتاج كفايه من البوتاجاز. بستورد 2 مليون طن. عشان يكفي السوق المحلي. عشان يكفي السوق المحلي. تمام. فكل ما انا بوصل غاز طبيعي بوفر اللي بستورده من البوتاجاز. معنى ذلك ان بوفر عمله صعبه، بوفر الدعم المدفوع. لان الغاز الطبيعي انا مش دعمه، انا بطلعه وبديله للمنتج بتاعي. فبالتالي ده توفير. لو انت بقى استهلكت الغاز الطبيعي بتاعك وما فيهاش عندك فائض انك انت تصدر، هو ده اللي بتتكلم عليه نيويورك تايمز. بتقول ايه؟ ان انت لو انت ما رفعتش الدعم عن المنتجات بتاعتك ووفرت الفلوس ليك يبقى اقتصاديا مش كويس. انما لو انت رفعت الدعم واشتغلت على الانتاج المحلي انت هتوفر العمله الصعبه اللي بتدفعها بره، هترفع من دخلك. يعني ده يفسر الدوله بتتوسع في عمليه توصيل الغاز الطبيعي في المنازل في التوقيت ده. ده هدف استراتيجي انك انت تحول كل مصانعك، كل شركاتك، كل بيوتك لغاز طبيعي. غاز طبيعي. ليه؟ اللي هو المنتج اللي انت بتتحكم فيه، اللي انت منتجه. ما تعتمدش على اللي بتستورده من بره. لان كل النهارده كل ما برميل البترول بيرتفع دولار انت بتضخ زيه عندك في الدعم. يعني فانت بتزود الدعم بتاعك. احنا عايزين نخفض الدعم للمواد البتروليه ونستفيد، الدوله تستفيد بدل ما تدفعه في دعم تدفعه دعم في حاجه ثانيه، خدمات صحه، خدمات تعليم كده. طيب نستثمر وجود حضرتك فيما تبقى من وقت هو قليل. المنتدى، منتدى الشرق المتوسط، الدول اللي المفروض انها بتنتج والدول الماره، الدول المستقبله، التنظيم ده، التجمع ده، هل هو بس هيكون مستقر او يعني موجود فقط للدول في الشرق المتوسط ولا متوقع ليه ان يتوسع في مراحل قادمه؟ لا متوقع له خارج، متوقع له يتوسع. يعني هو احنا النهارده كل منتدى له فكر وله هدف. الهدف من المنتدى ده ان هو يجيب كل المنتجين والمارين والمستهلكين كمان. طب ايه الاحتمال لبكره؟ احنا عندنا احتمال ليبيا تبقى منتج عشان ظروفها النهارده ممكن تخش معانا. الجزائر ممكن تخش معانا. سوريا ممكن لما تخلص الحرب بتاعتها وتبدا تطلع تخش معانا. لبنان تخش معانا. ممكن غزه قدام منها برضه تشتغل تخش معانا. كل ما هو ممكن ينتج. يعني هو حتى الان هو امامه نقاط عمل محدده. النهارده سبعه. لكن بكره ممكن يبقوا 10، ممكن يبقوا 11. ينضم الناس دي، طالما الناس دي اللي هيجوا دول متفقين معانا في الهدف ومتفقين في ينطبق عليهم ما هو داخل المنتدى هينضموا، ودي تبقى قوه ثانيه. تمثل ايه بقى؟ ضغط. يعني الاتحاد الاوروبي نفسه ان مصر تشتغل الحاجات دي بسرعه عشان يتخلص من ضغط روسيا عليه ان هي متحكمه. فتحت لنا محور حديث ثاني يا دكتور محمد. لكن على الاقل الى هذا، هذه النقطه وفي هذا الملف انا بشكرك. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد سعد الدين، وانت رئيس لجنه الطاقه باتحاد الصناعات. اشكرك وسعدت بهذا اللقاء. والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام. هذه نقطه ختامنا في من القاهره. بعد قليل قراءه لعناوين الصحافه المصريه الصادره صباح اليوم. ابقوا معنا مع الزميل عاصم ابو الغار. سلام الله عليكم.